Salam, hi there. I and my buddy Joe English are sending our regards. Joe, what should we do today? Interesting. Joe suggests we go to AI and study translation MCQ together. يعني هنروح لذكاء شات جي بي تي وهنعمل مع بعض أسئلة على الترجمة اختيار من متعدد. Okay. نفتح لي تشات جي بي تي. اوكي هقول له جيف مي سم سنتنسز فور ترانسليشن From English to Arabic MCQs about مثلا في مجال ايه ممكن نقول مثلا في مجال climate change يعني هات لنا بعض جمل للترجمة from English to Arabic في مجال climate change أو التغير المناخي. طيب هو جاب أسئلة وجاب الترجمة بتاعتها للعربي، فإحنا هو دلوقتي في أحيانا بيفهم البرومت اللي إحنا عايزينه بشكل غير صحيح. طيب إحنا هنقول له give me five sentences to translate from English to Arabic. MCQ طيب هو واضح ان هو برضو ما فهمش احنا عايزين ايه. Which human activity is considered a major contributor to climate change؟ وكاتب بقى حاجات نختار منها، هل هو الـ planting trees ولا burning fossil fuels؟ طبعا burning fossil fuels. هو جايب لنا أسئلة وفيها اختيار متعدد، لا احنا عايزين translation. Okay. Give me translation MCQ questions. From English to Arabic. بنغير في صياغة البرومبت ممكن ايه يكون واضح احنا عايزين ايه يعني. كده بقى فهم احنا عايزين ايه. تمام؟ How do you say climate change is a global issue in Arabic؟ طيب نقرا كده نسمع اول الحاجة اللي هو قالها. Here are five multiple choice questions where the task is to translate from English to Arabic. Each question offers four Arabic translations with only one being correct. So one, how do you say climate change is a global issue in Arabic? A. تغير المناخ مشكلة إقليمية. B. تغير المناخ قضية عالمية. C. المناخ يتغير في العالم. D. المناخ العالمي يتغير باستمرار. What is the correct translation of renewable energy sources are essential for the future? A. مصادر الطاقة المتجددة أساسية للمستقبل. B. مصادر الطاقة التقليدية ضرورية للمستقبل. C. مصادر الطاقة المتجددة متوفرة في المستقبل. D.
مصادر الطاقة المستقبلية تعتمد على الرياح. Translate: deforestation leads to loss of biodiversity to Arabic. A. إزالة الغابات تؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي. B. إزالة الغابات تزيد من التنوع البيولوجي. C. إزالة الغابات تحمي التنوع البيولوجي. D. إزالة الغابات تدعم التنوع الحيوي. What is the Arabic translation of the oceans absorb a large amount of carbon dioxide? A. المحيطات تزيد من ثاني أكسيد الكربون. المحيطات تمتص كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون. C. المحيطات تنتج كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون. D. المحيطات لا تحتوي على ثاني أكسيد الكربون. How would you translate climate action is necessary to protect our planet? A. العمل المناخي ضروري لحماية كوكبنا. B. العمل المناخي غير ضروري لكوكبنا. C. العمل المناخي يؤثر على الكواكب الأخرى. D. العمل المناخي هو الحل الوحيد لحماية الكواكب الأخرى. طيب These MCQs focus on translating key concepts from English into Arabic, providing a practice exercise in identifying correct translations. Let me know if you need any adjustments. تمام، هي جابت لنا دلوقتي بعض الجمل اللي الترجمه من الانجليش للعربي. فاول واحده بيقول climate change is a global issue، ترجمتها ايه بقى؟ تغير المناخ هو مشكله او قضيه عالميه. بي، لان طالما كلمه issue يعني قضيه او مشكله، وجلوبال يعني عالميه، فديت الايه؟ الاجابه الصحيحه. طبعا مشكله اقليميه ايه غلط؟ لو في كلمه واحده غلط يبقى الترجمه كلها غلط. المناخ يتغير في العالم؟ لا. المناخ العالمي يتغير باستمرار؟ برضه لا. يبقى climate change is a global issue، الترجمة الصحيحة اللي هي بي، تغير المناخ قضية عالمية. طيب الجملة الثانية، لما أقول renewable energy sources are essential for the future، يبقى مصادر الطاقة اللي هي إيه بقى؟ renewable المتجددة، مالها؟ essential، أساسية أو ضرورية للمستقبل. يبقى أول واحدة مصادر الطاقة المتجددة أساسية للمستقبل، إيه هي الإجابة الصحيحة؟ طيب بي الخطأ اللي فيها إيه؟ قال هنا مصادر الطاقة التقليدية اللي هي زي الفاصل فيولز يعني، فاذا ما هياش رينيوبل، يبقى دي غلط. ديت رينيوبل ترجمتها المتجدده مش التقليديه. طيب سي، مصادر الطاقه المتجدده متوفره في المستقبل. اسينشال مش معناها متوفره، معناها ضروريه او اساسيه، يبقى متوفره غلط، يبقى سي غلط. طيب دي، مصادر الطاقه المستقبليه هو قال رينيوبل انرجي اللي هي الطاقه المتجدده مش المستقبليه، وبناء عليه ايه الاجابه الصحيحه؟ طيب نشوف كده الترجمة بتاعت نمبر 3. Deforestation اللي هي إزالة الغابات leads to loss of biodiversity، يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي. يبقى إذا إزالة الغابات تؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي، إيه هي الإجابة الصحيحة؟ طيب بي الخطأ اللي فيها تزيد من، هي loss leads to loss of يعني تؤدي إلى فقدان مش تزيد من. طيب سي، إزالة الغابات تحمي، لا ما قالش هنا كلمة تحمي، leads to loss يعني تؤدي لفقدان كذا. طيب دي، إزالة الغابات تدعم التنوع، لا leads to loss of يعني تؤدي إلى فقدان. يبقى إذا الإجابة الصحيحة هي إيه؟ برضو نقرأ الديستراكترز كلها، نتأكد إن إجابتنا صحيحة، بإن إحنا نعرف إن كل الاختيارات الأخرى خاطئة، فيها على الأقل كلمة غلط، ممكن أحيانا حرف جر غلط، كلمة أو مش موجودة في مكانها، نفي وإثبات عكسينهم إلى آخره. طيب نشوف الجملة رقم 4. بيقول the oceans absorb a large amount of carbon dioxide، يعني المحيطات بتمتص كميات كبيرة أو كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون. يبقى تزيد من غلط، تمتص هي دي، المحيطات تمتص كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، بي الإجابة الصحيحة. طب سي الغلط اللي فيها إيه؟ المحيطات تنتج، غلط، كلمة absorb يعني يمتص، المحيطات لا تحتوي، برضو لا، كلمة absorb يعني تمتص مش لا تحتوي يعني، وبناء عليه بي الإجابة الوحيدة الصحيحة. طيب نشوف السؤال رقم 5، بيقول إزاي تترجم climate change is necessary to protect our planet، يعني التغير العمل المناخي، مش سوري مش climate change، سوري climate action يعني العمل المناخي ماله ضروري لحماية الكوكب بتاعنا. يبقى العمل المناخي ضروري لحماية كوكبنا، ايه هي دي الإجابة الصحيحة. طيب بي الغلط اللي فيها، العمل المناخي غير ضروري، لا كلمة necessary هم دي اللي انا بقول لك عليه، ساعات بيجيب نفي واثبات، الجملة الأصلية فيها اثبات والجملة المترجمة فيها نفي، نفس الجملة من فيها يبقى غلط.
طيب العمل المناخي يؤثر على كلمة necessary معناها ضروري مش يؤثر على، وبناء عليه سي غلط. العمل المناخي هو الحل الوحيد برضو لا، necessary to protect معناها ضروري للحماية كذا مش الحل الوحيد. يبقى إذا A هي الإجابة الصحيحة. يعني الموضوع يا جماعة يتطلب مننا في ترجمة الام سي كيو بالذات نقرا الجملة الأصلية كويس، نقرا الديستراكتورز أو الخيارات اللي عايزنا نختار منها بشكل متأني، وبعدين نستبعد أي يعني خيار يكون فيه كلمة غلط، حرف جر غلط، نفي وإثبات عكسينهم إلى آخره. وبالتالي لما بنستبعد هذه الديستراكتورز الخاطئة يبقى عندي إجابة واحدة هي الإجابة الصحيحة. طيب نقول له give me MCQ questions for translation أو give me translation MCQ أحسن، يعني give me translation MCQs from، خلينا برضو from English to Arabic وخليهم خمسة برضو، وبعدين نبقى نبدأ في من العربي الإنجليزي. give me five، يبقى حدد له الحاجة عشان البرومبت يكون واضح يجيب لك الحاجة اللي أنت عايزها بالظبط. تمام؟ هنخليها تقرا الترانزليشن الجمل الأصلية والخيارات Here واحنا are five بنفكر في multiple الحل. choice questions where the task is to translate from English to Arabic with four options for each. One, how do you say the Earth's temperature is rising due to global warming in Arabic? A, ترفع درجة حرارة الأرض بسبب الاحتباس الحراري. B, الأرض باردة بسبب تغير المناخ. C, الحرارة تنخفض بسبب الاحتباس الحراري. D, درجة حرارة الأرض ثابتة بسبب الاحتباس الحراري. What is the correct translation of reducing carbon emissions can help slow climate change? A. زيادة انبعاثات الكربون يمكن أن تساعد في تغير المناخ. B. خفض انبعاثات الكربون يمكن أن يساعد في إبطاء تغير المناخ. C. انبعاثات الكربون لا تؤثر على تغير المناخ. D. لا يمكن خفض انبعاثات الكربون لتغير المناخ. Translate: Extreme weather events are becoming more frequent to Arabic. A. الأحوال الجوية المتطرفة تصبح نادرة أكثر. B. الأحداث الجوية المتطرفة أصبحت أكثر تكرارا. C. الطقس المتطرف يتغير ببطء. D. الطقس المتطرف يحدث بشكل أقل. What is the Arabic translation of forest conservation is important for protecting wildlife? A. الحفاظ على الغابات غير مهم لحماية الحياة البرية. B. الحفاظ على الغابات مهم لحماية الحياة البرية. قطع الغابات يحمي الحياة البرية. D. الحياة البرية لا تحتاج إلى الحفاظ على الغابات. 5. How would you translate sustainable development helps preserve natural resources into Arabic? A. التنمية المستدامة تساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية. B. التنمية المستدامة تقلل من الموارد الطبيعية. C. التنمية المستدامة تعتمد على الموارد غير الطبيعية. D. التنمية المستدامة تدمر الموارد الطبيعية. These MCQs are designed to test the ability to correctly translate from English to Arabic. Let me know if you need further assistance or more questions. تمام، تقول لي لو محتاجين اي مساعدة تانية او حاجة انا موجودة يعني. طيب نجاوب بقى الاسئلة مع بعض. ترجم ازاي the earth's temperature is rising due to global warming للغة العربية؟ يبقى اذا earth's temperature درجة حرارة الارض is rising ترتفع، طبعا بالترجمة للغة العربية يفضل ابدا بالفعل، يبقى ترتفع درجة حرارة الارض due to global warming بسبب الاحتباس الحراري. يبقى اذا ايه الاجابة الصحيحة. طيب بي غلط، ليه الارض باردة؟ لا هو ما قالش الارض باردة، بقول ان درجة حرارة الارض بتزداد. سي خطأ، ليه الحرارة تنخفض؟ لا المفروض تزداد. دي درجة حرارة الأرض ثابتة؟ لا رايزنج معناها ترتفع، يبقى إذا ترتفع درجة حرارة الأرض بسبب الاحتباس الحراري اللي هو جلوبال وورمنج، إيه الإجابة الصحيحة؟
تقرا بتأني الجمله الاصليه وبعدين تقرا الديستراكتورز كلها بتأني عشان توصل للاجابه الصحيحه. طيب ازاي نترجم reducing carbon emissions can help slow climate change؟ يعني التقليل من الانبعاثات الكربونيه يساعد في تقليل او ابطاء الاحتباس الحراري او تغير المناخ. هنا مش الاحتباس الحراري، الكلايمت تشينج اللي هو تغير المناخ. يبقى اذا نقول خفض انبعاثات الكربون اللي هي بي يمكن ان يساعد في ابطاء تغير المناخ، هي دي الاجابه الصحيحه. ايه غلط؟ عشان بيقول زياده انبعاثات الكربون، هو قايل في الجمله الاصليه ريديوسنج يعني خفض مش زياده. طيب سي غلط ليه؟ انبعاثات الكربون لا تؤثر على تغير المناخ، لا هو قال ان تقليل انبعاثات الكربون يبطئ من تغير المناخ. يبقى اذا سي غلط، دي لا يمكن خفض انبعاثات الكربون، يعني حاجه بيقول مش ممكن ان احنا نخفض انبعاثات الكربون، لا، لانه قال هنا خفض انبعاثات الكربون يؤدي الى كذا، يعني ان الحكايه دي متاحه. يبقى اذا بي هي افضل ترجمه للجمله الاصليه. طيب نشوف الجمله رقم ثلاثه. Extreme weather events are becoming more frequent. معناها الاحوال الجويه المتطرفه او الصعبه، يعني برد جدا حر جدا، مالها ديت؟ are becoming more frequent يعني بدأت تحدث او تتكرر كثيرا. يبقى اذا الاحداث الجويه المتطرفه اصبحت اكثر تكرارا، بي هي دي افضل ترجمه للجمله الاصليه. ايه غلط ليه؟ الاحوال الجويه المتطرفه تصبح نادره، لا frequent يعني متكرره مش نادره. طيب سي غلط ليه؟ الطقس المتطرف يتغير ببطء، ما قالش هنا تغير ولا اي حاجه. طيب دي الطقس المتطرف يحدث بشكل اقل، لا becoming more frequent يعني بشكل متزايد او اكثر تكرارا، يبقى بي هي افضل ترجمه للجمله الاصليه. طيب رقم اربعه، نترجم ازاي forest conservation اللي هو الحفاظ على الغابات is important for protecting wildlife يعني مهم لحمايه الحياه البريه. هنلاقي ان بي هي الترجمه الصحيحه، الحفاظ على الغابات مهم لحمايه الحياه البريه. طيب ايه غلط ليه؟ لان قال الحفاظ على الغابات غير مهم. خلي بالك لو عمل نفي واثبات لنفس الجمله يبقى غلط، الجمله الاصليه فيها is important وهنا بيقول غير مهم، يبقى دي الترجمه دي غير صحيحه، يبقى بي هي الاجابه الصحيحه. طيب سي قطع الغابات، هو ما قالش قطع الغابات، forest conservation معناها الحفاظ على الغابات، قطع الغابات او ازالتها دي اللي اسمها deforestation، يبقى ديت غلط. طيب دي الحياه البريه لا تحتاج للحفاظ على الغابات، لا هو هنا قال ان الحفاظ على الغابات مهم لحمايه الحياه البريه، يبقى اذا دي غلط، يبقى الاجابه الصحيحه هي بي. طيب نشوف الجمله رقم خمسه. How would you translate sustainable development helps preserve natural resources؟ يعني ايه sustainable development اللي هي التنميه المستدامه، مالها؟ تساعد في الحفاظ على natural resources يعني الموارد الطبيعيه. وبناء عليه ايه هي افضل ترجمه؟ التنميه المستدامه تساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية. طيب بي الخطأ اللي فيها ايه؟ التنمية المستدامة تقلل، لا helps preserve يعني تحافظ او تساعد في الحفاظ على. طيب سي التنمية المستدامة تعتمد على، هو هنا helps preserve يعني تساعد في الحفاظ على مش تعتمد على، يبقى اذا سي غلط، التنمية المستدامة تدمر غلط، لان هنا helps preserve يعني تساعد في الحفاظ على مش تدمر. وبناء عليه هي ايه الترجمة الصحيحة. طيب دلوقتي هنخلي بقى الـ AI يجيب لنا جمل ترجمة من العربي للإنجليزي. اوكي نقول give me five translation MCQs from Arabic to English. هنعكس يعني، هنترجم دلوقتي من العربي للإنجليزي. نسمع كده الأسئلة. Here are five multiple choice questions where the task is to translate from Arabic to English, with four options for each. One, translate يؤدي الاحتباس الحراري إلى ذوبان الجليد في القطبين to English. A, global warming causes rain in the polar regions. B, global warming leads to ice melting in the poles. C, global warming increases snowfall in the poles. D,
Global warming prevents ice from melting in the poles. 2. What is the correct translation of تقليل التلوث يمكن أن يحسن جودة الهواء into English? A. Increasing pollution can improve air quality. Reducing pollution can improve air quality. C. Reducing pollution can harm air quality. D. Pollution does not affect air quality. 3. How do you translate تلوث المحيطات يؤثر سلباً على الحياة البحرية into English? A. Ocean pollution has a positive effect on marine life. B. Ocean pollution negatively affects marine life. C. Ocean pollution improves marine life. D. Marine life is unaffected by ocean pollution. Translate تساعد الطاقة الشمسية في تقليل استخدام الوقود الأحفوري into English. Solar energy increases the use of fossil fuels. B. Solar energy helps reduce the use of fossil fuels. C. Solar energy is unrelated to fossil fuel usage. Solar energy depends on fossil fuels. 5. What is the correct translation of تتسبب حرائق الغابات في تدمير مساحات شاسعة من الغابات into English? A. Wildfires help grow vast areas of forests. B. Wildfires destroy vast areas of forests. C. Wildfires protect large areas of forests. D. Wildfires have no impact on forest areas. These MCQs test the ability to translate from Arabic to English. Let me know if you need more questions or further assistance. اوكي، سمعنا الترجمه المطلوبه من الاسئله المطلوبه من للترجمه من العربي للانجليزي، نعملها مع بعض. يؤدي الاحتباس الحراري الى ذوبان الجليد في القطبين. طيب الاحتباس الحراري اللي هو ايه؟ جلوبال وورمنج. ماله؟ يؤدي الى او يتسبب في ذوبان الجليد في القطبين. جلوبال وورمنج causes rain، يسبب المطر في المنطقه القطبيه. لا طبعا، جلوبال وورمنج leads to ice melting in the poles. هي دي، يؤدي الى الاحتباس الحراري، يعني يؤدي الى ذوبان اللي هو ميلتنج، ايس ميلتنج، ذوبان الجليد في القطبين ان ذا بولز. دي الاجابه الصحيحه بي. طيب سي، جلوبال وورمنج انكريزز سنو بولز، بيؤدي الى زياده كور الثلج. لا طبعا، جلوبال وورمنج بريفنتس ايس فروم ميلتنج، يمنع الثلج من الذوبان. لا، يبقى اذا بي الاجابه الصحيحه. طيب نشوف الجمله رقم 2، تقليل التلوث يمكن ان يحسن جوده الهواء. يبقى اذا increasing pollution غلط، لان هو انا بيقول تقليل مش زياده. طيب بي، reducing pollution، هي دي تقليل التلوث. ماله؟ can improve air quality، يمكن ان يحسن جوده الهواء. يبقى اذا بي الاجابه الصحيحه. طيب سي غلط. ليه؟ reducing pollution can harm، هو هنا بيقول تقليل التلوث يؤذي او يضر لجوده الهواء. غلط طبعا. Pollution does not affect air quality، إن التلوث ما بيأثرش بجودة الهواء. لا طبعا، يبقى إذا B هو الإجابة الصحيحة. طيب نشوف رقم 3 بيقول إيه. تلوث المحيطات يؤثر سلبا على الحياة البحرية. يبقى هنا تلوث المحيطات اللي هو إيه؟ Ocean pollution. ماله بقى؟ يؤثر سلبا على الحياة البحرية، يعني has a positive effect، لو تأثير إيجابي. لا، ده هو بيقول تأثير سلبي. يبقى B، ocean pollution negatively affects marine life. هو ده، ان التلوث المحيطات، تلوث المحيطات يؤثر سلبا في الحياه البحريه. يبقى بي الاجابه الصحيحه. طيب سي، الخطا اللي فيها ايه؟ ocean pollution improves marine life، يعني يحسن الحياه البحريه. لا طبعا. دي، marine life is unaffected by ocean pollution، يعني الحياه البحريه مش بتتاثر بتلوث المحيطات. برضو غلط. يبقى اذا بي هو الإجابة الصحيحة، تلوث المحيطات يؤثر سلبا في الحياة البحرية، وده الجملة الأصلية بتقول كده. طيب الجملة رقم 4 نشوفها مع بعض. بيقول تساعد الطاقة الشمسية في تقليل استخدام الوقود الأحفوري. الطاقة الشمسية طبعا سولار انرجي بتساعد في تقليل استخدام increases. لا غلط، هنا معناها زيادة. طيب سولار انرجي helps reduce، تساعد في التقليل من the use of fossil fuels، من استخدام الوقود الأحفوري. يبقى إذا B الإجابة الصحيحة. طيب C، solar energy is unrelated، ليس لها علاقة بالوقود الأحفوري. لا غلط، باستخدامه يعني. لا غلط. D، solar energy depends on، الطاقة الشمسية تعتمد على الوقود الأحفوري. برضو غلط. يبقى إذا B الإجابة الصحيحة. طيب نشوف ترجمة الجملة رقم 5، تتسبب حرائق الغابات في تدمير مساحات شاسعة من الغابات. يبقى إذا wildfires help grow vast areas of forests،
حرائق الغابات بتساعد في زيادة مساحات واسعة من الغابات؟ لا طبعا. وايلد لايف سوري وايلد فايرز اللي هي حرائق الغابات destroy vast areas of forests. هي دي. طيب هي نفس الجملة الأصلية، إن حرائق الغابات بتتسبب في تدمير مساحات شاسعة من الغابات. يبقى بي الإجابة الصحيحة. طيب سي الغلط إيه؟ wild fires protect تحمي. لا غلط. wild fires have no impact ليس لها تأثير على. برضو غلط. يبقى إذن بي هي الإجابة الصحيحة. طيب نشوف كده جمل أخرى نترجمها من العربي للإنجليش. يبقى أقول لها give me five translation MCQs from Arabic to English. نسمع الأسئلة. Here are five multiple choice questions where the task is to translate from Arabic to English with four options for each. One, translate الطاقة المتجددة هي الحل لمشكلة التغير المناخي to English. A, renewable energy is the solution to the climate change problem. B, fossil fuels are the solution to the climate change problem. C, climate change is caused by renewable energy. D, renewable energy increases climate change. What is the correct translation of زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة تؤدي إلى الاحتباس الحراري into English? A. Reducing greenhouse gas emissions leads to global warming. B. Increasing greenhouse gas emissions leads to global warming. C. Global warming reduces greenhouse gas emissions. D. Greenhouse gas emissions are unrelated to global warming. 3. How do you translate يمكن أن تسبب الفيضانات أضراراً كبيرة للبنية التحتية into English? A, can cause significant damage to infrastructure. B, floods improve infrastructure significantly. C, floods have no impact on infrastructure. D, infrastructure benefits from floods. For four, translate تحسين كفاءة الطاقة يساعد في تقليل استهلاك الموارد الطبيعية into English. A, improving energy efficiency helps reduce natural resource consumption. B, improving energy efficiency increases natural resource consumption. C, energy efficiency has no effect on natural resource consumption. D, natural resource consumption improves energy efficiency. 5. What is the correct translation of التلوث البلاستيكي يشكل تهديدا كبيرا للحياة البحرية into English? A, plastic pollution has no impact on marine life. B, plastic pollution is a major threat to marine life. C, plastic pollution benefits marine life. D, marine life is unaffected by plastic pollution. These MCQs will help practice translation from Arabic to English. Let me know if you need more questions or further assistance. تمام. هي دلوقتي قالت لنا قرت الاسئله، هنجاوب مع بعض. بيقول نترجم ازاي من Arabic للانجلش الجمل دي. الطاقه المتجدده هي الحل الوحيد، هي الحل لمشكله التغير المناخي. الطاقة المتجددة اللي هي renewable energy is the solution to مشكلة تغير المناخ اللي هي climate change problem. يبقى إذا إيه هي الترجمة الصحيحة. طب الجمل الثانية الخطأ اللي فيها إيه؟ بي مثلا fossil fuels بتكلم على الوقود الحفري، أنا بتكلم على الطاقة المتجددة مش الوقود الحفري، يبقى غلط. سي climate change هي تغير المناخ ماله is caused by renewable energy، هو اللي بيسببه اللي بيتسبب فيه يعني الطاقة المتجددة. لا هي الحل في الطاقة المتجددة مش اللي بيتسببه يعني. يبقى سي غلط. دي renewable energy increases climate change، اللي الطاقة المتجددة بيزود تغير المناخ. لا غلط. يبقى إذن إيه الإجابة الوحيدة الصحيحة. طيب نشوف كده الجملة رقم 2. بيقول لي زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة تؤدي إلى الاحتباس الحراري. يبقى reducing غلط عشان هو بيقول هنا زيادة مش تقليل. طيب بي increasing greenhouse gas اللي هي الغازات الدفيئة أو اللي هي بيسموها غازات الصوبة يعني أو غازات الاحتباس الحراري. مالها يعني؟
leads to global warming، تؤدي إلى الاحتباس الحراري، يبقى هي دي الإجابة الصحيحة B. طيب C، global warming reduces greenhouse emissions، يعني يقلل من، لا. طيب C، D، greenhouse gas emissions are unrelated، ليس لها علاقة بالاحتباس الحراري، برضو غلط. يبقى إذا الإجابة الصحيحة هي B، تؤدي إلى زيادة الاحتباس الحراري. طيب يمكن أن تتسبب الفيضانات، يمكن أن تسبب الفيضانات أضرار كبيرة للبنية التحتية. نترجمها زي دي بقى، floods can cause significant damage، يعني أضرار كبيرة to infrastructure، اللي هي البنية التحتية. يبقى إيه الإجابة الصحيحة؟ طيب B، floods improve، تحسن من، لا غلط. C، floods have no impact، ليس لها علاقة بي، برضو غلط، أو ليس لها تأثير على، غلط. D، infrastructure benefits from floods، يعني تنتفع من الفيضانات، لا طبعا غلط. يبقى إذا A الإجابة الصحيحة. طيب نشوف الجملة أو السؤال رقم 4، تحسين كفاءة الطاقة يساعد في تقليل استهلاك الموارد الطبيعية. تحسين كفاءة الطاقة اللي هي improving energy efficiency، ماله؟ helps reduce، يساعد في تقليل natural resource consumption، استهلاك الموارد الطبيعية. يبقى يساعد في تقليل استهلاك الموارد الطبيعية. يبقى إذا A الترجمة الصحيحة. طيب B، improving energy efficiency increases natural resource consumption، يزود من، لا طبعا. C، energy efficiency has no effect، ليس له أثر على استهلاك الموارد الطبيعية، غلط برضو. D، natural resource consumption improves energy efficiency، برضو غلط. يبقى إذن improving energy efficiency help أو helps reduce، يقلل من استهلاكنا للموارد الطبيعية. يبقى إيه أفضل ترجمة؟ طيب آخر جملة اللي هي رقم 5، التلوث البلاستيكي يشكل تهديدا كبيرا للحياة البحرية. التلوث البلاستيكي ده اللي هو إيه؟ بلاستيك بولوشن، ماله؟ يشكل تهديد كبير للحياة البحرية، has no impact، يعني ملوش علاقة على، غلط. طيب بلاستيك بولوشن is a major threat to marine life، هو ده، يبقى تأثير كبير على الحياة البحرية. B. طيب C، plastic pollution benefits marine life، يفيد، لا غلط. بلاستيك أو marine life is unaffected، غير متأثرة بتلوث البلاستيكي، كل ده غلط. يبقى ما فيش غير B هي الإجابة الوحيدة الصحيحة. المطلوب مننا في الترجمة إن إحنا بنقرأ الجملة الأصلية كويس، ونقرأ distractors بتأني، نعمل process of elimination، نستبعد الجمل الخاطئة. الجمل الخاطئة دي ممكن يكون فيها كلمة واحدة غلط، حرف جر غلط، نفي وإثبات عكسينهم إلى آخره. ولما نستبعد الجمل دي كلها هتفضل جملة واحدة هي الإجابة الصحيحة. طب افرض أنت في الامتحان، سواء أنت طالب ثانوية عامة أو أي حد بيمتحن امتحان ترجمة زي المختصين بالترجمة، عندك أسئلة ترجمة ام سي كيو، وأنت اتلخبطت، ما أنتش عارف أنهي جملة هي الإجابة الصحيحة. بتستبعد جملتين وتفضل جملتين، اختار أي واحدة منهم. لأن أنت لو ما اخترتش وسبت سؤال بدون اختيار هتفقد الدرجة بتاعته، لكن لو عملت اختيار ايا كان ممكن يكون الجاس بتاعك صحيح وتاخد الايه؟ الدرجة. تمام؟ زي ما احنا متعودين بنتك على السهم ده بعد ما بنخلص جلستنا مع الذكاء، بيعمل لنا لينك لنفس الصفحة اللي احنا كنا فيها، وبنشير اللينك مع بعض او على صفحة الفيس بتاعتنا، بحيث ان اي حد مهتم بموضوع الترجمة في اللغة الانجليزية ما بين الانجليش والعربي يقدر، او العكس، يقدر ان هو يدخل على اللينك وايه يعني يستفيد من هذا الموضوع، ونفس الصفحة اللي كنا فيها مع الذكاء. يبقى احنا هنا هنقول اهو، study translation 2 او ام سي كيو 2، لان احنا عملنا جلسه قبل كده with AI مع الذكاء عن الترجمه، ونقول ذاكر ذاكر الترجمه اختيار متعدد 2 مع الذكاء. تمام؟
اي حد هيتك على اللينك هياخده ليه نفس الصفحه اللي كنا فيها، وهيقول له نفس الاسئله ونفس التمرينات اللي احنا حليناها مع بعض. وطبعا انت ممكن تطلب من ذكاء في الاخر بعد كل تمرين ويجيب لك الاجابه النموذجيه، تمام، بحيث ان انت تتاكد ويبقى عندك فيدباك ان الاجابه بتاعتك صحيحه. اوكي، ولو بعض الاجابات انت جاوبتها غلط تبقى انت عرفت ان دي اجابه غلط، فتاخد بالك من الاجابه الصحيحه المره القادمه. ان شاء الله تابعونا في الحلقات القادمه. احنا كل مره بنعمل جلسه متنوعه مع الذكاء الاصطناعي اللي هو Artificial Intelligence زي تشات جي بي تي، وبنعمل احد نواحي تعلم اللغه الانجليزيه وتطوير وتحسين لغتك الانجليزيه، سواء في مجال Reading, Comprehension, Listening, Speaking, Writing. وده بيفيد لطلاب الثانويه العامه او الامريكان دبلومه او اي شخص، طلاب الجامعات او اي شخص مهتم بتعلم اللغه الانجليزيه او عايز ياخد اختبار زي اختبار التوفل او الايلتس، او شخص مهتم بتعلم اللغه بشكل عام، هيلاقي ان شاء الله هذه الحلقات مفيده ليه. فتابعونا ونتمنى التوفيق للجميع.